الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في الإسلام الأطفال يتبعون آباءهم في الإيمان، فإذا كان أحد الأبوين مسلماً والآخر مسيحياً أو يهودياً أو مجوسياً يحكم على هذا الطفل بالإسلام، لأن الطفل يتبع أشرف الأبوين. ولو وجد طفلاً ضائعاً في بلاد المسلمين يحكم عليه بالإسلام. لماذا؟ لأن الفرد المشكوك يتبع الأعم الأغلب كما عليه السيرة العقلائية، وفي هذا المورد ورود النصوص بذلك. بل أكثر من هذا، لو وجدنا طفلا في غير بلاد المسلمين ولكن عليه قرائن وآثار يحتمل أن يكون مسلما، أيضا يحكم بإسلامه. مثلا في لندن اللي بلد غير إسلامي ولكن يوجد فيها بعض المسلمين، وجدنا طفلا ضائعا وفي جيبه شيء من القرآن أو بعض الأدعية الإسلامية، هذا يتبين مسلم تابع لأبوين مسلمين، فيحكم عليه بالإسلام. أكثر من هذا، لو أن امرأة مسيحية حامل من مسلم
وهذه المرأة المسيحية ماتت، ومات الجنين الذي في بطنها. الجنين يحكم عليه بالإسلام. الكافر والمسيحي واليهودي والمجوسي لا يدفن في مقابر المسلمين، ولكن بما أن هذه الامرأة المسيحية حامل بطفل مسلم ميت تدفن في مقابر المسلمين كرامة لهذا الطفل المسلم، ولكن ينوموها في القبر على يسارها مستدبرة القبلة، المسلم ينوموه على يمينه مستقبلا للقبلة. إما هذه المسيحية التي هي حامل بطفل مسلم والطفل المسلم أيضا ميت وهي أيضا ميتة، ينوموها في القبر على يسارها ظهرها على القبلة. لماذا؟ لأن الجنين في بطن أمه وجهه إلى ظهرها، فإذا نامت على يسارها صار الطفل في القبر على يمينه مستقبلا للقبلة. طيب، إذن أطفال المسلمين يتبعون آباءهم وأمهاتهم في الإسلام. أكثر من هذا، طفل يموت عمره يوم، عمره شهر، عمره سنة، عمره 10 سنوات، لم يبلغ الحلم. في يوم القيامة هذا الطفل قبل يدخلوا للجنة إلحاقا بإيمان آبائه. أبوه مسلم، أمه مسلمة، يحكم عليه بالإسلام ويدخل إلى الجنة بلا امتحان. أطفال المؤمنين يدخلون الجنان بلا امتحان. أما أطفال غير المسلمين الكفار، هذول مثلا هندوسي سيكي شيوعي ملحد، مات الطفل، يوم القيامة ماذا يصنع الباري؟ في الرواية يتعرضون إلى امتحان صوري، امتحان شكلي. الله يأجج نار ويقول لهم ادخلوا النار، هاي النار بمثابة نار الغرائز والشهوات في الدنيا، فمن دخل النار لا يحترق ولكن يطلع منها إلى الجنة. أما من لم يدخل النار وعصى أمر الله، طبعا بعد أن يكبروا ويبلغوا ويرشدوا يأمرهم بدخول النار. أما من أطفال الكفار من لم يدخل النار، شو يسووا له؟ يأخذوه إلى الأعراف. الأعراف فرد منطقة ما بين الجنة والنار، هذه وضعها فيها مؤمنو الجن. الجن فيهم مؤمنون وفساق. مؤمن الجن ما يروحون إلى الجنة، يروحون إلى الأعراف. الأعراف مثل بساتين الدنيا، أنهار الدنيا، أشجار الدنيا، منطقة راقية ولكن ما توصل إلى الجنة. هاي الأعراف فيها مؤمن الجن، وفيها من انتهت محكوميتهم من أهل النار، لأن أهل النار مو كلهم مخلدون في النار، لا، بعضهم يقضي له 10 سنوات، 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، يطلع. من يطلع قبل ما يودوا بالجنة، يودوا للأعراف. بالأعراف يبقى له فترة يسوي أعمال خيرات إلى أن شوي يحسن وضعه. بين حين وآخر يأتي الأنبياء والرسل والأئمة والأوصياء يجون على أعراف، من ذولي يلقطون اللي شوية وضعه متحسن
ياخذوه يشفعوا له، ياخذوه الى الجنه، بالجنه هناك يعمل، افرض هو مرتبه اولى، يعمل عشرات السنوات يصعدوا مرتبه ثانيه، عشرات السنوات يصعدوا مرتبه ثالثه. هسه فد واحد يقول مولانا احنا قارين، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا في ساحة المحشر، في ساحة المحشر حساب ولا عمل، أما في الجنان اكو عمل. الجنة درجات، واحد درجة المئة، واحد أقل 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 أقل، وذولا كل واحد حسب درجته له من المكانة والمنزلة والخدمات. هذول اللي في درجة المئة خدماتهم ونعيمهم أكثر 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 مئة مرة ممن هو في درجة واحدة أو اثنين أو ثلاث. فذول يعملون، فيجون ذول الأنبياء والرسل والأئمة والأوصياء والأولياء بين حين وآخر يطلعون من الأعراف. هذول من نفس الشيء أطفال الكفار، الذي يتوب ويؤمن بالله ويمتثل أوامر الله شيئا فشيئا تأخذه الشفاعة إلى الجنان إذا آمن، ولا يبقى بالأعراف مع الجن هناك. طيب، هذه الآية الكريمة اللي ابتدأنا بها الحديث، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذه ما تتحدث عن الأطفال، تتحدث عن البالغين العاقلين. هذا أمه وأبوه من المؤمنين، هو هم كان مؤمن، صايم مصلي خاف الله، يبتعد عن المحرمات، يفعل الواجبات. الآن دخلوه بالجنة، ولكن أبوه وأمه بالمرتبة العاشرة وهو مرتبة اثنين، هواي فرق. هذول منو خلاه يصير مؤمن يخاف الله يصوم ويصلي ويعمل الواجبات ويرتدع المحرمات عن المحرمات؟ أمه وأبوه. الله يقول إكراما لتعبكم وكرامة لمشقتكم أنكم ربيتم ولدكم على الإيمان. هذا الولد هذه البنت انشيلهم من المرتبة الثانية صعدهم للمرتبة العاشرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا 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 بهم ذريتهم. ليش؟ لأن الأبو الأم يفرحون لما يشوفون أبنائهم يمهم بنفس المرتبة بنفس النعيم. الله يريد يجازي الآباء الأمهات اللي تعبوا في تربية أبنائهم فيرفع من منزلتهم. طيب، السؤال هنا، هاي مقدمة للبحث، السؤال هنا، واحد اسمه محمد ابن مسلم من الرواة الثقات الإمامية العدول الاثني عشرية الذين نصوا على وثاقته، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله، ما عوض الله الحسين عن شهادته؟ الإمام الحسين صار شهيد في كربلاء، الله شنطة؟ الإمام قال له جعل الإمامة في ذريته، الأئمة التسعة من ذرية الإمام الحسين. قال بعد، قال جعل الشفاء في تربته، قال بعد، قال جعل استجابة الدعاء عند قبره، احنا هسه عند قبر الحسين، قال بعد، قال لا تحسب أيام زائريه أو زائريه،
جائيا وراجعا من عمره، قال له يا ابن رسول الله هذه تنال بالحسين، هاي الخصال الأربعة نحصل عليها ببركة الإمام الحسين. هو شنو أطاء الله؟ إلى شنو أطاء في قبال شهادته؟ قال ألحقه بجده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فكان معه في درجته ومنزلته. الله الحسين صعده وخلاه بمرتبة رسول الله. هذا عوض الشهادة. النبي الأكرم الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين، أعلى مرتبة، الله جعل الحسين بمرتبة جده في الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني ابنك إذا مؤمن الله يلحق بمرتبتك بالجنة. الحسين ما يلحقه الباري بمرتبة جده رسول الله. شوي دقيق. طيب، حديثنا في هذه الليالي المباركة ومحور حديثنا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين كيف كان؟ حتى نأخذ من سيرته وحياته. الإمام زين العابدين في الرواية كان واقفاً للصلاة يصلي، ولكن صلاة الإمام أي صلاة؟ كله خشوع، كله خضوع. في الرواية مرة من المرات الإمام دا يصلي الطرف من رداء، الرداء يعني العباءة، طرف من رداء سقط عن كتفه، مو اثنينات فرص صوب، سقط عن كتفه الإمام بالصلاة. الإمام ما حرك العباءة وما رجعها إلى مكانها، بقى بهذا الحال إلى أن انتهى صلاته. أبو حمزة الثمالي صاحب الدعاء اللي نقرأ في شهر رمضان دعاء أبي حمزة الثمالي، قال له يا ابن رسول الله أنت بالصلاة هذه عباتك طاحت من صوب، شوية بيدك هالشكل قل لها ترجع على كتفك. قال ويحك، إني كنت بين جبار السماوات والأرض لو ملت طرف واحد عنه لمال عني. شوف الإمام خشوع خضوع بالصلاة. الإمام دا يصلي عند طفل صغير يزحف فسقط في البئر. تدرون أيها الأحبة في الحكم الشرعي إذا واحد دا يصلي وشاف طفل دا يمشي رح يوقع من الدرج يجوز ليقطع الصلاة، بل يجب عليه أن يقطع الصلاة وينقذ النفس المحترمة من الهلاك، واجب شرعا. هذا الطفل دا يزحف 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 وقع بالبير، الإمامة منحو القبلة، الطفل وراء، أم الطفل اجت تصيح تفرفح يا ابن رسول الله ابنك وقع بالبير تعال طلعه قبل ما يغرق يختنق. الإمام ما التفت، كل ما رادت حاولت الإمام ما رد عليها، هي غضبت. زين الإمام ليش ما عمل بواجب الشرعي؟ ها الإمام هنا مأذون إلى بالإعجاز لهدف. الإمام ما دار بال، خلص صلاته وإجا وجلس على البئر فتمتم بكلمات، وإذا هذا الماء صعد 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 والطفل على الماء أخذه سالما مسلما من ساعته. ثم قال لها خذيه يا ضعيفة اليقين بالله. البارحة بعضكم ما كنت قلت المعجزة والغيب
لإثبات أمر عقائدي أو تعميق الإيمان في ذلك الأمر العقائدي. هذه ظاهرا يقينها بالإمامة كان ضعيف، الإمام يريد يسوي لها معجزة حتى يقينها يصير أكثر بالإمامة. قال: خذيه يا ضعيفة اليقين بالله ففرحت لسلامة ولدها وحزنت أن الإمام قال لها يا ضعيفة اليقين بالله. شوي دقيق، الإمام سلام الله عليه والخشوع مرة من المرات دقوا الباب، الإمام قال للجارية افتح الباب، فتحت الباب، سألها، سألت من أنتم؟ قالوا لها أخبري مولاك أن قوما من شيعته على الباب، احنا شيعة جايين نشوف الإمام. دخلت قالت يا ابن رسول الله يقولون إنهم قوم من الشيعة على الباب. الإمام قال شيعة؟ شيعة جايين يشوفوني؟ قالت بلى. فقام الإمام مسرعا وكاد أن يعثر ويقع على وجهه، إلى أن راح فتح الباب، عاينهم، شافهم، رجع، قال كذبوا، أين السمت في وجوههم؟ أين آثار العبادة؟ أين سيماء السجود؟ هذول يقولون إحنا شيعة؟ كذب. الشيعي سمت العبادة في وجهه، آثار العبادة في وجهه، آثار السجود في وجهه. الشيعي الذي يحافظ على الصلاة في أول وقتها، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول امتحنوا 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 شيعتنا عند الصلاة، عند مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها؟ من يأذن الأذان هذا يقوم رأساً يصلي، لو يقول بعد شوية، بعد نص ساعة، بعد ساعة، قريب تطلع الشمس يروح يصلي، قريب تغرب الشمس يروح يصلي، آخر الليل يروح يصلي صلاة المغرب والعشاء. امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها. يا لله يا لله، المعجزة في مشاية الأربعين، أيام الأربعين، المعجزة هنا. الشارع مليء، عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الناس بالشارع مشاية، إذا الذب أبرة ما توقع بالقاع. لما يأذن الأذان مرة واحدة ذولا من شوفهم بالشارع، وين صاروا ذولا الشيعة؟ ما هم؟ وإذا بهم دخلوا إلى المساجد وإلى الحسينيات وإلى المواكب وإلى الهيئات لكي يصلوا الصلاة في أول وقتها. عافرم يا شيعة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. الشارع يفرغ، الشارع ما بيزوار، وينهم؟ رايحين يصلون، بارك الله، رايحين إلى المساجد، إلى الحسينيات، إلى المواكب، إلى الهيئات. هي هذه الصورة اللي لابد أن نعطيها إلى العالم، فلا يتهمون الشيعة بعدم الصلاة، بل الصلاة يصلون في أول وقتها. قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم ماذا؟ شوي دقيق، الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمن، بعدين تجي الآية تقول والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا المؤمن. ثم أيها الأحبة، الصلاة في أول وقتها تسهل لك الصعاب. هواي شوفك فقريات بيدك شغلة ما دا تنحل، يأذن الأذان قوم صلي،
شو شلون تنحل؟ واحد من المؤمنين الموالين عنده مزرعة لازم يسقيها ماء، وعنده حنطة قريب طين لازم يطحن الحنطة، وعنده أجلكم الله الحمار شارد لازم يرجعه. ثلاث شغلات. أذن الأذان، قال خلي أروح أني إلى المسجد أصلي وبعدين أجي أسويهن. راح صلى ورجع، شاف المزرعة مزقية، شاف الحنطة مطحونة، شاف أجلكم الله الحمار راجع. شنون هذا جيرانه متفايض عند الماي وجاي على مزرعته ساقيها، هذا جيرانه واحد آخر رايح يطحن الحنطة بالخطأ طحن حنطة هذا الحمار. أجلكم الله لما راح بعيد صاح به أجلكم الله كلاب الجيران، فرجع فقال من كان مع الله كان الله، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طيب بعد خلونا في رحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين يقول في بني إسرائيل كان أكو رجل نباش، نباش للقبور. بذيك الأيام الفقر هواي، لما يموت واحد يروحون ينبشون القبر شفنا زين، يأخذوه يغسلوه ويبيعوه، إذا أكو أشياء ثمينة هم يأخذوه. هذا شغله نباش، يحفر القبر ويأخذ شفن الميت ويروح. جيرانه يعرفه، الجيران قربت وفاته، قربت منيته، قال أنا بس أموت هذا راح يسلبني الكفن، ماذا أصنع؟ فراح اشترى كفنين فاخرين راقيين وجابهم، دزع الجيران قال له تعال أنا جيرانك راح أموت، هذن اثنين جفانه اختار أفضلهم وأحسنهم إليك، ولكن شرطي إذا أنا متت بعد لا تسلبني، لا تسلبني كفني. قال له مو عيب أنا جيرانك شلون أسلبك؟ قال له هذا اللي أريده منك. قال لا أنا ما راح أسلبك وما أخذ كفن. لح عليه لح عليه لح عليه، أقسم عليه بالأيمان المغلظة، قال مي خالف، شال أفضل هذين الكفنين وراح. هذا الرجال مات بعد أيام، جهزوا شيعوا دفنوه. هذا قال أنا صح أخذت شفن، هسه لو أروح أحفر قبره وأخذ شفنه هذا بعد هو ما يدري ميت، خلا أروح أحفر قبره. راح حفر القبر، شوف أحياناً الإنسان إيش قد دنيء، حفر القبر بالليل وإذا بمناد ينادي هذا لا تفعل إنك وعدته خيراً. خاف عاف عاف للميت وتاب، قال بعد خلاص من هاليوم بعد ما أسرق جفاني. اجى للبيت جمع اولاده قال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا له نعم الاب. قال عندي طلب اريد هذا الطلب تنفذوا لي اياه. قالوا له خلاص طلبك نافذ. قال لا اتواعدوني ما تغيرون كلمتكم، هذا الطلب تسووه حتما. قالوا له خلاص بويه. قال اريد من اموت؟
أريد من أموت تحرقون جسمي، خلص الحطب هم تحطون عليه حطب، تحرقوه وتحرقوه وتحرقوه حتى عظامي بعد ما تبقى كلها تصير رماد، وهذا الرماد مال جسمي وعظامي تشيلوه، نص منه الذبوب البحر ونص منه الذبوب في البراري في الهواء. قالوا له ابويا شلون يصير؟ قال هذا طلبي وانتوا وعدتوني. قالوا له خلاص حاضر. طبعا هذا العمل حرام، هذا العمل لا يجوز. اذا واحد واعد لواحد بشي حرام يقول والله واعدت الانسان وكلمته، اذا واعدت بالمستحب والحلال او الواجب يجوز لك، اما اذا عمل حرام ما يجوز لك. والله انا انطيت كلمه، الله مو سامح لك، شنو انطيت كلمه؟ ناطي كلمه العياذ بالله يجيب له بطل خمر، لو ناطي كلمه اذا صار فلان شي يلعب وياه داس دومنا وقمار، حرام. لا تقول انطيت كلمه، ما يجوز. الرجال اللي ياخذ امامه وما يسوي الحرام هذا ابو كلمه، هذا كلمته مع الله، انت كلمتك مع الله العياذ بالله تدوسها تحت رجلك، وتلتزم بكلمتك مع انسان مثلك يصير. فقالوا احنا ناطين كلمه ما يفهمون الشرع. ابوهم مات، جابوه حرقوه 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 حتى عظامه صارت رماد، نص الرماد ذبوه بالبحر ونص الرماد ذبوه بالهواء في البراري. الله تبارك وتعالى أوحى إلى الملائكة قال هذا الرماد اللي بالبحر لموه، الإمام زين العابدين داي، الرماد اللي في الصحراء والبراري لموه، لموه وإذا به رجع بشرا سويا كيوم موته. هو سوى هالشي حتى يفر من الله، الله ما يعذبه. الله قال لي ليش هالشكل سويت؟ لماذا طلبت من أبنائك أن يحرقوا جسدك ويذرون رمادك في البحر والبراري؟ قال يا رب أنا توبت ولكن خوفا من عذابك، ما أريد تعذبني، أنا خشيت عذابك. الله قال لقد خفتني حق الخوف، حق الخوف، فعلي أن أرضي عنك الخصماء. طالما أنت خفت خوف حقيقي مني أنا وخشيتني أنا الناس اللي خصماء معك، سالبهم أنت تشفنهم، هذول راح يطالبوك يوم القيامة، أنا أنطي ثواب وأنطي ثواب وأنطي ثواب وأنطي ثواب وأغفر له السيئات إلى أن يرضى عنك فأدخلك الجنة. هذا لابد أن نخشى الله حق خشيته، هذا اللي يريد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. بعد محمد ابن أسامة ابن زيد عند أخو اسم زيد ابن أسامة، محمد ابن أسامة هذا الإمام زين العابدين حضر عنده عند الوفاة، شافه يبكي قال مما بكاؤك؟ قال علي ديون هواية. الإمام زين العابدين حاضر والهاشميون، الإمام قال له ثلث الدين علي أنا أسدد، ثلث دينك أنا أسدد. وسكت الإمام، يشوف الهاشميين هم يتكفلون شيء، سكت. الإمام قال له كل دينك علي أنا ضمنته خلاص. قال إنما قلت ثلث الدين، أخاف البعض يقولون ما أعطيتنا مجال نشارك، إحنا هم نحب نشارك. شوفوا أيها الأحبة، هذا محمد بن أسامة، أنا قبل كم يوم نقلت عن أخوه زيد بن أسامة، هذا هم لما راد يموت الإمام زين العابدين حضر عنده زيد، كان عليه 15,000 دينار دين،
15000 دينار يعني 15000 مثقال ذهب عيار 18 الإمام تكفلها. قبل هذا محمد بن أسامة وزيد بن أسامة، هو أسامة بن زيد، هم ذكرت هاي القصة، أسامة بن زيد اللي النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هو هذا أسامة أبوهم لذول الاثنين. الإمام زين العابدين تكفل عن زيد 15000 وعن هذا محمد 15000. هو أسامة، أسامة هذا لما وصلت الخلافة إلى الإمام علي بن أبي طالب ما بايع، وقت موته حضر عند المولى أبو عبد الله، حضر يمه، فكان يسمعه يقول واغماه، قال مما غموك؟ قال له علي 60000 ديون وما أقدر أسددها. الإمام قال له علي، قال لا أخاف أموت وما أسددها. الإمام قام راح سددها وإجا قعد. ليش هل قد أهل البيت وقفوا لهم؟ قضية واحدة، جدهم اللي هو زيد ابن حارثة تبناه النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، بس هذا الموقف. فرد يوم اجوا عند الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، قالوا لي يا ابن رسول الله يقال أن أبا طالب والعياذ بالله مات كافراً. قال العياذ بالله، شلون أبو طالب مات كافراً؟ عندنا في الإسلام إذا واحد كافر وزوجته صارت مؤمنة ينتظروا 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. إذا هو هم صار مؤمن تبقى المرأة مرته، أما ما صار مؤمن وبقى كافر المرأة تحرم عليه. قال من الثابت أن فاطمة بنت أسد كانت مؤمنة منذ القدم، آمنت بالله وبنبوة نبيه صلى الله عليه وآله سنوات، شلون النبي بقاها مع أبو طالب وأبو طالب كافر والعياذ بالله؟ أما يخشون الله؟ شو سبحان الله، دائما هالقضية يثيروها أن أبا طالب مات كافرا. هم سمعت فرد يوم يسولفون عن أبي لهب أن أبا لهب كان كافرا، سمعت يسولفون أن أبا سفيان كان إيمان حقيقي لو كان إيمان خوف السيف، آمن في عام الفتح إن ملك ابن أخيك أصبح عظيما. شوي دققوا، هم يناقشوا أبدا. بينما أبو طالب مواقف تجاه النبي، مواقف تجاه الإسلام، مواقف تجاه المسلمين أكثر من شاهد وشاهد وشاهد على إسلامه، ولكن مع ذلك يجون يقولون مات كافرا. ليش؟ ليش؟ إنما ذلك بغضا لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. ولهذا في يوم كربلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسألهم يقول علامة تقاتلونني؟ ليش؟ هل لمال لكم استهلكتوا؟ أنا أموال ما أخذ منكم؟ أو لدم سفكتوا؟ قاتل لي واحد منكم؟ أو لقصاص من جراح؟ أنا جارح واحد منكم؟ ليش هذا العداء؟ كلهم بصوت واحد قالوا إنما نقاتلك بغضا منا
لأبيك، بلى بغضا منا لأبيك، العداء. اسمعوا هذه القضية وأختم المحاضرة. في الشام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه خطب، زينب الحوراء خطبت، أم كلثوم خطبت، قلبوا الموقف على يزيد. يزيد تبرأ من قتل الحسين، قال: لقد تعجل عليه ابن زياد، أما والله كنت أرضى منه دون ذلك، ما كان مفروض قتله، لا يسجنه أو يهادنه. كذاب. هو دز 30 شخص التاريخ يسميهم بشياطين بني أمية أن يقتلوا الحسين ولو وجدوه متشبثا بأستار الكعبة. شوي دقق. ولو متشبثا بأستار الكعبة، بس شاف الموازين انقلبت ضده، فإجا قال للإمام زين العابدين: لك 3 حوائج. طبعا الإمام خطاب أثار. زينب إن شاء الله بكرة خطاب الإمام ألقيه عليكم بعون الله. زينب الحوراء خطابها أثار، ولهذا أذن لهم أن يقيموا مأتما على أبي عبد الله الحسين 3 أيام، فأقاموا مأتما على مصاب الحسين في بيت يزيد 3 أيام. في بيت يزيد. شوي دقق. وزينب من رجعت إلى المدينة أيضا أقامت 7 أيام، صارت 10 أيام. شوف الدقة وين. قال لي: لك 3 حوائج. الإمام زين العابدين قال: حاجتي الأولى أن أنظر إلى وجه أبي الحسين. قال: ليس إلى ذلك سبيل. قال: طيب، حاجتي الثانية أن ترد علي ما أخذتموه منا في كربلاء، ما سلبتموه من ذهب، من آثار، من ملابس. قال: ليس إلى ذلك سبيل، أنا أنطيك عوض هذا من الأموال الآلاف المؤلفة. قال: بعد، قال له: إذا قررت قتلي أريد ويا هذه النساء تدز رجال يوصلهم للمدينة. قال له: لا، قتل ما راح نقتلك وأنت توصلهم للمدينة، ولكن تعال أنت، أنا أقول لك أنطيك آلاف مؤلفة في قبال الأشياء اللي أخذوها منكم بكربلاء. الإمام قال: لا حاجة لنا بأموالك، وإنما نريد ما سلب منا. قال: لماذا؟ ليش؟ قال: إنما طالبت بإرجاع ما أخذ لأن فيه مغزل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. لأن فيه مغزل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله ومقنعتها بعد، وقميصها، قميص الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، في ضمن هذه الأشياء التي أخذت. فإحنا نريدهن. شلون أخذوا القميص؟ قميص الزهراء الجابة في كربلاء. هسه أنا أقول لكم الجابة في كربلاء. في ليلة العاشر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما نزل إلى كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، شكلوا مجموعة للحفاظ على الإمام الحسين. هاي المجموعة بها أبو الفضل العباس، بها علي الأكبر، بها حبيب بن مظاهر، بها مسلم بن عوسجة، بها نافع بن هلال، وفيها آخرون. ليش؟ يخافون على الإمام الحسين يتعرض إلى اغتيال. هذول ناس لا ذمة لهم ولا دين. فالإمام الحسين كان إذا يخرج من الخيمة فد 1 2 من هؤلاء مع الإمام. ليلة العاشر
نافع بن هلال يقول أنا خرجت لحماية الحسين، شفت الحسين ما هو بخيمته طالع فتبعته. شفت الإمام الحسين جالس على الآر كأنما يعبث بالآر. قلت أبا عبد الله ماذا تصنع في هذا الليل؟ قال من هذا؟ نافع. قلت فداك أبي وأمي. قال يا نافع في غداة غد تقتلون ونقتل، فيهجم القوم على النساء وعلى الأطفال فيفر اليتامى حفاة على أرض كربلاء. أنا أنقي الأرض من حسك السعدان والشوك. شوفوا رحمة الحسين كم هو رحيم بأطفاله. ثم جاء وأخذ بيده قال يا نافع إن القوم لا يريدون أحدا غيري، أنت في حل من بيعتي، اذهب هذا الليل اتخذه جملا. قال أبا عبد الله والله لو قتلت ثم قطعت إربا إربا ثم أحرقت بالنار ثم ذروا رمادي في الهواء ثم أحياني الله ثانية وفعلوا بي ذلك 70 مرة ما تركت كيف وهي قتلة واحدة. شلون أتركك؟ يصير؟ الحسين جزاه خيرا. ثم ذهب الإمام الحسين إلى خيمة الحوراء زينب. نافع يقول أنا أسمع حوار الحوراء زينب مع الحسين. ها تقول له أخي أبا عبد الله هل اختبرت أصحابك نياتهم؟ خويا أبو علي لا ينكصون بك عند الوثب واصطكاك الأسنة. قال أخي زينب بلوتهم فوجدتهم يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. نافع يسمع يقول أساءني كلام الحوراء زينب. قلت زينب يتبين عليها خايفة، زينب مضطربة، زينب مو مطمئنة. يقول ولكن شد من عزيمتي كلام الحسين وثقة الحسين. فجاء نافع مهرولا إلى خيمة حبيب بن مظاهر ينادي يا حبيب يا حبيب. قال لبيك حبيب. قال له ترى زينب خايفة، زينب مضطربة، فرد استعراض عسكري، فرد هوسة هالليلة حتى زينب تطمئن. فقال حبيب بن مظاهر حبا وكرامة، فقام حبيب بن مظاهر ووقف على أكمة من الأرض، كان متكئا على سيفه وكان قد عصب رأسه بعصابة رفع بها حاجبه، فنادى يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة. هرع إليه الأنصار والهاشميون يتقدمهم أبو الفضل العباس وهو يقول لبيك لبيك يا حبيب، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. قال سيدي ارجعوا إلى خيامكم، لا سهرت عيونكم كلامي مع الأنصار. فرجع العباس ورجع الهاشميون، راح حبيب بن مظاهر يتكلم مع الأنصار يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، غداة غد تدعون إلى القتال، أتدعون الهاشميين يتقدمون عليكم أم تتقدمون على الهاشميين؟ كلهم هزوا سيوفهم بوجه حبيب وقالوا يا حبيب نحن على ما أنت عليه. جاء بهم مهرولا حتى وقف بإزاء خيمة الحوراء زينب. قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. ويا حبيب ها السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة
هذه سيوف أنصاركم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. اطمئني زينب، والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخط وبالنار حرقوني. هذا لسان حالك أنت الموالي المحب، شوف يعبر عن مشاعرك لولا. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخط وبالنار حرقوني، وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني، وسبعين مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك. حاضر تفارق الحسين؟ لا والله، تشوف الأربعين المشاية يقولوا لهم الطريق بمفخخات ينادون لبيك يا حسين. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والاهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، والتفت لاصحابه وعبرات جريه. والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني. مشاركة من الجميع، حشركم الله مع أنصار الحسين ومع حبيب بن مظاهر. والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني. عفرم بالسيف والخط وبالنار حرقوني، وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني، وسبعين مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالي، روحي ومالي والاهل كلها فداله. السلام عليكم يا اهل بيت النبوه ومعدن الرساله ومختلف الملائكه، اجلسوا بارك الله بكم، ومختلف الملائكه، هذه سيوف أنصاركم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. اطمئني زينب، اقعد اقعد بارك الله بك، اجلس. مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين التفت إلى الحوراء زينب، اسمعوا كلمة الدعاء، إذا عندك حاجة، عندك مريض تريد يسجلون اسمك في هذا المصاب. الإمام الحسين التفت إلى الحوراء زينب وقال: أخي زينب قومي قومي وكلم القوم. يعني خويا ذولا شافوك خايفة مضطربة مو مطمئنة. فقامت مولاتنا زينب وأتزرت بإزار أمها فاطمة، هذا القميص اللي أحدثك عنه، وأتزرت بإزار أمها فاطمة ووقفت من وراء الستر وقالت: وعليك السلام يا حبيب، انشدوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، يا محيين الليل بالعبادة، والله محلكم يا أهل الشيم، هذا محلكم يا أهل الشيم، هذا محلكم، أولي الماز ما تذخر همامكم، شنو العذر يا كرام عدكم، يا أبت خلون بالغربة حرمكم، يا أهل الشيم هذا هذا محلكم.
وللمازمة تذخر هممكم يا بشنو العذر يا كرام يا كرام عيدكم يا تخلون بالغربة حرمكم يا تخلون بالغربة كلمة الدعاء يا مؤمنين بينما الصيحة عند خيمة الحوراء زينب وإذا بأبي الفضل العباس خرج من الخيمة حاف القدمين رامي العمامة من على رأسه ينادي يا زينب أتخافين وأنا موجودة تقل له مدري مدري يا أنا خايفة لا تقول مدري والله يا أبا وأنا خايفة ينهتك ستري يا عباس يا صوان خدري يا عباس يا صوان يا خدري